المرشحون لجائزة أفضل ممثل دور ثاني. أحمد الفيشاوي عن فيلم ولاد رزق. أنا أمي عندها الفرد الواحد بياكل في جسمها يا باشا، أقسم بالله بياكل في جسمها وبتموت. بيومي فؤاد عن فيلم الجيل الرابع. ما تلغي الأكاونت القديم على الفيسبوك وتعمل أكاونت جديد. شريف رمزي عن فيلم بتوقيت القاهرة. الحشيش بقى بيخليني كل يوم أقابل وأنا بديل ناس جديدة، بقى بالنسبة لي شباك لناس ومواضيع وحكايات. محمد فراج عن فيلم أوتو فار. هي ماما كانت نفرتيتي وأنا ما أعرف. محمد ممدوح عن فيلم ولاد رزق. لا حلوة ماشي وبعدين؟ هيثم احمد زكي عن فيلم سكر مر. انت فعلا فاكر نفسك احسن واحده؟ تبقى بصين ايه الكبر ده. جائزه افضل ممثل دور ثاني تقدمها الكاتبه مريم نعوم. أحمد الفيشاوي عن فيلم ولاد رزق. حلم من أحلام حياتي إني أخد جايزة وأتكلم. فدلوقتي هتكلم. أنا محضر حاجة الحقيقة لأن أنا واحد من المرشحين. أنا عايز أشكر أبويا وأمي عشان من غيرهم ما كنتش هبقى موجود في وسطيكم في الصناعة دي. والجائزة دي بهديها، مش ههديها يعني هو يروح بيها، بس يعني ههديها له معنويا، بهديها لطارق العريان. شكرا شكرا.